أنا الآن متواجدة في جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ميقات أهل مكة والمقيمين فيها. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن المرحومة لطيفة علي قنوات أم رافع، غفر الله لها ورحمها واسكنها فسيح جناته. أنا الآن في بداية الطواف لاستكمال مناسك العمرة عن المرحومة لطيفة علي قنوات أم رافع، غفر الله لها ورحمها واسكنها فسيح جناته. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها، اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وذرية خيرا من ذريتها، وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم انزل على قبرها الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم ادخلها الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أنسها في وحدتها وفي وحشتها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.